بسم الله الرحمن الرحيم. الموضوع بتاعنا اللي هنتكلم عنه النهاردة موضوع الـ DFS Replication Distribution File System Replication. احنا كنا خدنا في كورس السيرفر ان في نوعين من الـ DFS، النوع الاولاني الـ Namespace والنوع الثاني الـ Replication، صح؟ قبل بس ما نتكلم عن الـ Replication، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. احنا زبطنا الموضوع بتاع النتورك لود بالانس، عملت ريموف خالص للسيرفيس اللي اسمها نتورك لود بالانس وظبطتها فاشتغلت معايا عادي خالص. بص انت دلوقتي هنا لو جيت فتحت كده الويب سايت بتاعك، جيت كتبت http نقطتين سلاش سلاش 192 168 1 254، هبص تلاقيه ايه؟ جاب لك السيرفر اللي ليه البريوريتي الاعلى. حلو كده؟ لما تيجي هنا توقع السيرفر ده، تجيب البروبرتس بتاعته وتوقعه، فكده السيرفر ماله؟ كده السيرفر واقع اهو. لما تيجي بقى تعمل ريفريش للسيشن دي، ايه اللي حصل؟ رمك على التاني على طول. لا، ما هي متزبطة، اللي ليه بريوريتي اعلى هو اللي بيرد دلوقتي. حلو كده؟ فكده موضوع النتورك لود بالانس شغال اهو. انت بقى المفترض ان انت ككلاينت لما تيجي هتزبطها ازاي؟ هنيجي بس هنا كده ونرجع الكونكشن لده، فطول ما ده اللي ليه البريوريتي الاعلى طول ما هو هيرد، صح؟ اشتغل بس كارت النتورك بتاعه كده، اشتغل. لما تيجي هنا كده حلو، علشان هو اللي ليه البريوريتي الاعلى. انت بقى المفترض هنا تيجي كده في الدي ان اس، احنا اتفقنا مع بعض في الدي ان اس هنعمل الياس نيم، صح؟ الالياس نيم ده هيبقى خاص بهوست نيم موجود عندك. انت ممكن هنا تيجي تظبط مثلا كراجل شغال بره بقى عند سيرفيس بروفايدر ولا حاجه، ممكن تيجي هنا كده وتقول له انا عايز اعمل لك نيو زون اكتف دايركتوري او اي نوعها. المهم الزون دي مثلا هنسميها abc-eg.com. حلو كده؟ فنزلت لي هنا، هاجي هنا واقول له انا عايز اعمل لك هوست ريكورد. الهوست ريكورد بتاعك خلي بالك انت ممكن تعملها الياس او هوست، مش هتفرق. هوست ريكورد هسميه www. بيرمي على ايه؟ بيرمي على 192.168.1.254. احنا ما عندناش بوينت. حلو كده؟ فانزل هوست ريكورد اهو اسمه www. لما اجي انا بقى هنا كده ككلاينت، كل اللي انا هعمله انا بفتح الويب سايت بتاعي، هكتب www.abc-eg.com. ايه اللي حصل؟ رماك على السيرفر اللي هو 2 اللي ليه البريوريتي الاعلى، والسيرفر اللي ليه البريوريتي الاعلى بتاعتي. حلو. لو جيت انا وقعت السيرفر ده، وجيت هنا كده وكتبت www.abc-egypt.com، ايه اللي حصل؟ رماني على التاني. طب ما هو الدي ان اس بيكيش، وانا مالي ما يكيش؟ هو مكيش ايه؟ مكيش ال 254، وال 254 ده بيرمي على اللي ليه البريوريتي الاعلى، وقع بيرمي على التاني. فعمليه الكاش بتبقى كاش للحته اللي اسمها نتورك لود بالانس، مش كاش للنيم ولا كاش لاي بي بعينه، فاهم؟ كذلك الاف تي بي، لو حبيت تفتح الاف تي بي اهو، ما
192 168 1 254 رمالك على مين؟ سيرفر 1 صح؟ اللي هو ليه البريوريتي الأقل. لو جيت فتحت سيرفر 2 يقوم بس كارت النتورك. تعالى كده نريفرش دي. تعالى اقفله وافتحه من تاني. رمالك على مين؟ سيرفر 2. شايف؟ وهكذا. معايا ولا ايه؟ دي كده قصة النتورك لود بالانس. الفكرة بقى وما فيها في عملية النتورك لود بالانس ان مايكروسوفت بتقولك ان النتورك لود بالانس هي لما بتبص عليها بتبص على الستيتلس ابليكيشن اللي هي الابليكيشن الغير متغيرة. ابليكيشنز الغير متغيرة. يعني انا دلوقتي من الاخر لو الـ FTP ده عدلت فيه مش هيروح يسمع في التاني. مش هيسمع في التاني ليه؟ لان الابليكيشنز بتاعتي لازم تكون ثابتة علشان خاطر يسمع في يبقى الاتنين زي بعض. واحد وقع التاني يقوم الاقي نفس الصورة منه. لما اتفقنا مع بعض لو حضرتك جبت مثلا ديفايس مثلا زي الفورتي جيت مثلا او ديفايس اسمه لود بالانسر وظيفته ايه؟ وظيفته بقى ان هو ان حضرتك بتشاور على السيرفرين وهو بيعمل ما بينهم ريبليكيت. فمرة يرميك هنا ومرة يرميك هنا. فانت لما تيجي تعمل مانجمنت بتعمل المانجمنت هنا مرة بتسمع هناك او بتعمل مانجمنت هناك بتسمع هنا. فعلشان خاطر الابليكيشن بتاعتي تبقى ستيتفول ابليكيشن مش ستيتلس ابليكيشن ممكن ان انا كمايكروسوفت استخدم ثيرد بارتي تاني بحاجه طرف تالت علشان عمليه اللود بالانسنج تتم. الحاجه الطرف تالت مش هستخدمها من بره ده انا هستخدم برضو برودكت تبع مايكروسوفت اسمه الدي اف اس ريبليكيشن. فوظيفه الدي اف اس ريبليكيشن ايه؟ ان انا بعمل جروب من فولدرز. بعمل جروب من فولدرز. الفولدرز اللي انا هعمل لها جروب دي اللي هعمله في الفولدر الاولاني هيربليكيت مع الفولدر الثاني ويسمع فيه. يعني حطيت هنا فولدر يروح يسمع في الناحيه الثانيه. دلت من هنا فولدر يروح يسمع في الحته الثانيه. وبعد كده ممكن بقى اعمله اف تي بي. ممكن احط في الفولدر ده الويب ابلكيشن فتسمع مره هنا ومره هنا. تفهم؟ مش الابليكيشنز دي او الويب سايت اللي انا باخده بعمله في ملف دوت اتش تي ام بس هو الملف نفسه موجود جوه فولدر انا بشاور عليه بيقول لي قول لي الفيزيكال باس. فالفيزيكال باس بتاعي ده ممكن اعمل ما بينه دي اف اس ريبليكيشن. فكلمه دي اف اس ريبليكيشن ان انا ريبليكيشن بتوين اكتر من جروب. خلاص؟ ممكن اعمله بتوين تو شير فولدر زي مثلا المثال اللي احنا هنشوفه. انا اعمله ما بين اتنين شير فولدر كده او كده. انا كراجل قاعد على الجهاز لما هاجي نادي على الشير فولدر بتاعي هنادي عليه بال 254 اللي هو بتاع ايه؟ النتورك لود بالانس. ده اللي انا عامله عندنا في الشغل ان انا الشير فولدر بتاعي عشان احنا عندنا دوكمنت الناس بتنادي عليها. يعني عندنا اف تي بي الناس بتنادي عليه عشان تنزل البرودكت بتاعتنا. فاهم؟ فانا عامله على الاف تي بي وعامله على الشير فولدر بحيث ان الناس لما تنادي عليه لو اي سيرفر من السيرفرات داون التاني يقوم. عاملها بمايكروسوفت وعاملها عن طريق الفورتي جيت. فاهم؟ فانت الشير فولدر انت بتنادي عليه بايه؟ ب 254. كشير فولدر انت بتنادي عليه ب 254 وبتعمل ماب نتورك درايف بال 254. لو واحد وقع اوتوماتيك السيرفر
اللي هو النتورك لود بالانس هينقل على التاني اوتوماتيك، فاليوزر مش هيحس بحاجه. واي تعديل بقى هيتم اول ما يحصل ما بينهم كونكشن، يعني يقوم السيرفر التاني هيعملوا ريبليكيت مع بعض وتتنقل الداتا. فاهم قصدي؟ خلاص. خلي بالك الدي فيس ريبليكيشن ده يعني مش اصلا مش مشروح في الموك، مايكروسوفت مديه هنت عليه في الكورس اللي هو 647، ذاكرينه كده بس، في 674 اللي هو كورس ايه الانتربرايز المفترض يتاخد في السيرفر، بس مدينه كده شرحينه كده شرح بسيط، فاهم؟ فركز معايا قوي عشان ده ممكن تحتاجه في شغلك واصلا ما فيش حد يعرفه، والله ما فيش حد يعرفه. ده نايم ولا ايه؟ ما هو لسه كان لسه بطيخ. لا لسه سامح كان بيكلمني بيقول لي الدي اف اس اصلا ما فيش حد بيستخدمه، بقول له عشان ما حدش يعرفه اصلا. ما هو ما حدش بيستخدمه عشان ما حدش يعرفه، فاهم؟ الريبليكيشن او الدي اف اس ريبليكيشن دي كانت موجوده في 2003، بس نوع السيرفر بتاعك لازم يكون ار 2. خلاص، يعني لو سيرفر انتربرايز عادي سيرفيس باك 1 او سيرفيس باك 2 مش موجوده فيه، لازم يكون نوعه ار 2. طبعا احنا عارفين ان الويندوز سيرفر ليه اكتر من نوع، انتربرايز وستاندرد وداتا سنتر وار 2 ار 1 كده، فلازم يكون نوعه ار 2، هو ده اللي تلاقي فيه الدي اف اس ريبليكيشن. خلاص. في 2003 في 2008 لا عادي خالص، نازل في السيرفر العادي خالص. حلو. في 2008 احنا هنيجي هنا، كل اللي احنا محتاجين ان احنا نعمله دلوقتي ان احنا ننزل السيرفيس اللي اسمها دي اف اس. اتفقنا مع بعض ان في 2003 متسطبه اوريدي، يعني في 2003 هي موجوده، بتخش تلاقي ديستريبيوتد فايل سيستم وتبدا ان انت تكريتها. في 2008 لازم حضرتك تسطبها، صح؟ فركز بقى معايا في الحته دي، طالما هي في 2003 كانت متسطبه اوريدي يبقى المفترض ان انت تلاقيها فين؟ في اد فيتشرز، صح كده؟ انما الحاجه اللي ما كانتش متسطبه في 2003 بتلاقيها في اد رولز. طيب الديستريبيوتد فايل سيستم هتلاقيها في الاثنين، ديستريبيوتد فايل سيستم هتلاقيها فين؟ في الاثنين. واحد يقول لي ليه؟ لان في جزء منها كان متسطب في 2003 اللي هي النيم سبيس اللي كانت عادي بيسموها روت، في 2003 كانوا بيسموها روت، خلاص متسطبه، انما الريبليكيشن مش متسطبه، فانت هتلاقيها موجوده في الاثنين. فانت لو دخلت هنا كده في اد فيتشرز قلت له انا عايز اعمل اد لفيتشرز معينه، فيتشرز بتاعتي هتخش هنا في ريموت سيرفر ادمنستريشن تولز رولز، هتبص تلاقي عندك حاجه اسمها فايل سيرفيس تولز، هتلاقي عندك حاجه اسمها ايه ديستريبيوتد فايل سيستم تولز. حلو. تبدا ان انت تتعلم عليها وتنزلها، او ممكن تجيبها من رولز، يعني تيجي هنا كده في رولز عشان هي نصها كان نازل ونصها مش نازل، تيجي تقول له انا عايز ادلك رول جديده سيرفر رولز، تقول له انا عايز ادلك ايه فين بس حد كده يشوف، فايل سيرفيسز. حلو كده. وتخش جواها تقول له نيكست نيكست، هيبدا ان هو يجيب لك كل الحاجات اللي جواها، هتقول له انا عايز انزل الديستريبيوتد فايل سيستم سواء النيم سبيس سواء الريبليكيشن. معايا كده؟ نيكست. هيبدا يقول لك طيب نكريت لك النيم سبيس ويزرد، يعني نفتح لك على طول النيم سبيس ويزرد ونبدا معاك بالخطوات. فاكرين النيم سبيس ولا ما ذاكرتوش اصلا؟ خلاص؟ تجمع تجمع كل الفولدرات في روت واحد. انا اقول له لا ما كريتليش، انا هبقى اخش على الكونسول بتاعه وانا كريت بمزاجي. فنيكست هيبدا ان هو يسطبها لك.
هتيجي على سيرفر 1 وتعمل العمليه دي، وتيجي على سيرفر 2 وتعمل نفس العمليه. لازم بقى علشان ال DFS ريبليكيشن دي تشتغل، لابد ان هي تشتغل في دومين كنترولر، يعني لازم يكون عندك دومين، ما ينفعش ان هي تشتغل ورك جروب. وطبعا ال DFS اصلا ما بتشتغلش على الورك جروب لسببين، لان انت مش معقول هتنزل سيرفر وتعمله DFS عشان تجمع عدد من الشير فولدرز تحطهم في روت واحد وانت شغال ورك جروب، يعني 10 اجهزه، صح؟ بديهي يعني. بس هي لازم عشان تشتغل معاك لازم تشتغل في ورك جروب في دومين انفايرومنت. يعني هتبدا ان انت تخش هنا في رولز، هتقول له اد رولز، سيرفر رولز برضو هتخش الفايل سيرفيس، وتبدا ان انت تختار الدي اف اس ريبليكيشن والنيم سبيس نيكست، برضو قول له انا هكريته من الروت بتاعك. طبعا انت هنا لو قلت له كريت لي مثلا نيم سبيس ونيكست هيبدا ان هو يكريته لك. فاكرين انتوا الكلام ده بتاع السيرفر، هيقول لك انت في دومين ولا في ستاند الون، وتبدا بعد كده يقول لك تقول له نيكست، يقول لك طب انا كريت لك الفولدر اسمه كذا، وتادرب وتاد بيرميشنز، نفس الكلام اللي هو الخطوات اللي انت كنت بتعملها، بس انا مش محتاج ان انا اعمله، فانا اقول له لا انا هبقى كريته بالكونسول. نيكست انستول، وتبدا ان انت تنستول السيرفيس على السيرفر الثاني. تيجي بقى بعد كده على اي سيرفر من الاثنين، زي كده النتورك لود بالانس. احنا النتورك لود بالانس كنا بنعملها على اي سيرفر من الاثنين، مش شرط تروح تعملها على سيرفر وتعدي على السيرفر الثاني تعملها. هتيجي تخش هنا كده، ومش شرط برضو تكون عامل النتورك لود بالانس علشان هم يعملوا ريبليكيت ما بينهم وما بين بعضيهم، مش شرط. بس انا بقول لك ليه تعمل نتورك لود بالانس، علشان خاطر لما تيجي تنادي على اليوزر او اليوزر ينادي على الفولدر ينادي عليهم بالاي بي بتاع النتورك لود بالانس بتاعت ال ان ال بي. انما لو انت عملتها عادي من غير ما تكون عامل ما بينهم نتورك لود بالانس عادي خالص، بس لو سيرفر وقع اليوزر هيضطر ينادي عليه بالاي بي بتاع السيرفر الثاني. يعني مثلا انت تخش تغير الاي بي انت مانيوال، انما انا بقول لك تعمل نتورك لود بالانس عشان احنا نشوفهم باي بي واحد بس، انما مش شرط ان هم يكون ما بينهم لود بالانس، مش شرط. هتخش هنا على الديستريبيوتد فايل سيستم مانجمنت، بس نتاكد بس ان هي نزلت هناك. تمام، هي كده نزلت هناك. هتلاقي عندك النيم سبيس وهتلاقي عندك الريبليكيشن. لو دخلنا هنا في الريبليكيشن هنبدا ان احنا نقول له عايزين نعمل نيو ريبليكيشن جروب. هنعمل ايه؟ نيو ريبليكيشن جروب. هيبدا ان هو يقول لك انت عايز تعمل ريبليكيشن جروب ولا داتا كولكشنز. كلمة ريبليكيشن جروب يعني معناها اوبشن بتوين تو اور مور سيرفر، هتريبليكيت ما بينهم والسيرفرين دول او الاثنين دول
هيبقوا متشايرين، يعني هتشايرهم او ممكن ما تشايرهمش، ويبقوا الاثنين دول الفولدرين، اللي يتم على الفولدر ده يسمع في الفولدر الثاني، واللي يتم على السيرفر الثاني يسمع في السيرفر الاولاني. حلو؟ ولا انت هتعمل داتا كوليكشنز؟ كلمه داتا كوليكشنز دي هتعملها ما بين اثنين برانشز مختلفين في انذر سايت، يعني الاثنين لما تخش كده على اكتف دايركتوري سايتس اند سيرفيسز تلاقي الاثنين السيرفرين اللي موجودين مختلفين، واحد في سايت والتاني في سايت تاني، واحد في سايت والتاني في سايت تاني. طب الوظيفة ايه او ايه الفايدة من الموضوع ده؟ ان انا اخلي الراجل اللي هو في كايرو خلاص ده المين بتاعي، والراجل اللي في اليكس ده الفولدر بتاعه شايف الفولدر بتاعي. يعني ايه؟ يعني انا كايرو هنا هوريهم لك طبعا الاثنين، انا في كايرو هنا هعمل فولدر، لما اخش جوه اليكس هلاقي اليكس مثلا لو انا عامل فولدر اسمه تيست هلاقي اليكس ده جواه فولدر اسمه تيست، تفتح تيست تلاقي جواه فولدر تاني، فبيسموه هاب زي كده في الاكستشينج، الهاب ترانسبورت اللي هو بيريبليكيت ما بينهم. طب ايه وظيفة الفولدر اللي جوه الفولدر تيست ده؟ ان انا لما اجي عندي مثلا تشايلد او عندي تري او في انذر لوكيشن، الناس اللي عندي شايفة تيست اللي هو من جوه. فاهم قصدي؟ بص، طب خلينا الاول نشرح الاولاني وبعدين تشوفوا التاني عمل. خلينا نشرح الاولاني. الاولاني انا هعمل ايه؟ هعمل فولدر، هعمل ريبليكيت ما بين تو فولدر اور مور سيرفرز. يعني خلي بالك انا ممكن اضيف للدي اف اس دي اكتر من سيرفر، يبقى عندي اربع سيرفرات، بكاري الفولدر هو الرئيسي والثلاثه التانيين قاعدين ستاند باي عمالين بينقلوا الداتا ما بينهم وبيعملوا ريبليكيت ما بينهم. والنتورك لود بالانس انا ممكن اجي هنا كده واقول له انا عايز اد لك هوست تو كلاست واد سيرفر تاني واعمل ما بينهم لود بالانس. طب لغايه قد ايه؟ الله يفتح عليك، لغايه 32 نود. فانا هنا هاجي واقول له انا هعمل لك ريبليكيشن جروب، الريبليكيشن جروب بتاعتي دي هتبقى بتوين اكتر من سيرفر، صح؟ نيكست. هيبدا يقول لي قول لي انت عايز تسمي الريبليكيشن جروب دي ايه؟ نيم ليها بس. فاهم؟ ولو تلاحظ بيقول لك احنا في دومين اسمه ايه؟ abc.local. طبعا انت ممكن تبراوز لو انت عندك تشايلد ولا حاجه، ممكن تشاور على التشايلد بتلاقيه موجود او تري بتلاقيه موجود. تدي لها اي نيم، وليكن احنا هنعمل فولدر للجماعه بتوع الاي تي. تمام؟ نيكست. هيبدا يقول لك طيب قول لي بقى انت عايز تعمل الريبليكيشن ممبرز، مين الممبرز اللي معاك؟ هتبدا ان انت تقاد وتجيب السيرفرين اللي معاك. احنا عايزين نعمل ريبليكيشن ما بين مين؟ ما بين سيرفر 1 وسيرفر 2. فتبدا ان انت تقاد سيرفر 1 وسيرفر 2. نيكست. طيب انت نوع التوبولوجي بتاعتك، يعني كلمه توبولوجي يعني معناها الجماعه دي واصله ازاي؟ واصلين ببعض ازاي؟ واصلين ببعض بحاجه اسمها هاب اند سبوك، ولا واصلين ببعض عن طريق حاجه اسمها فول مش؟ ايه الكلام اللي انت بتقوله ده؟ الكلام ده كلمه هاب اند سبوك هو حتى شاورها لك اهو، ان انت عندك روت رئيسي، فولدر رئيسي، والناس او الجماعه اللي هم السيرفرات اللي موجوده عندك واصلين بيه، والسيرفرات اللي موجوده عندك مالهم؟ واصلين بيه. فده بيسموه حتى هي بتتشرح حتى في السي سي ان اي، وبتتشرح في الـ في الـ في الاكتف دايركتوري عندك. فكلمه هاب اند سبوك معناها ايه؟ معناها ان انت ممكن تاخدها على اساس الراوتر، عندي راوتر والناس كلها واصله بالراوتر خلاص. فلو الراوتر ده وقع او البارتيشن او الملف الرئيسي ده وقع، بالنسبه لي الثلاثه التانيين دول مش هيعرفوا يعملوا ريبليكيت ما بينهم وما بين بعضيهم، فدي بيسموها هاب اند سبوك. ليه مش هعرفه؟ لاني الرئيسي بتاعي وقع،
اللي احنا واصلين بيه ايه؟ اللي هما بيعملوا معاه ريبليكيشن. الله يفتح عليك. لاني واحد ده واحد واثنين لو ده واحد مثلا اثنين وثلاثة واربعة مش واصلين مع بعض فيزيكال، ده هما واصلين عن طريق ده. تحبوا ارسمها لكم؟ فانت حتى لو انت عندك راوتر بتقول ايه يا احمد؟ مفهومة؟ حتى لو انت عندك راوتر وعندك اربعة لوكيشن، الاربعة لوكيشن واصلين براوتر واحد، لو الراوتر ده وقع التلاتة التانيين مش هعرفوا يشوفوا بعض، فده بيسموه الهاب اند سبوك. وخلي بالك بقى الهاب اند سبوك تقدر تعمل فيها اي عدد من انت عايزه من الفولدرات. في كلمة هاب اند سبوك تقدر تعمل اي عدد من الفولدرات واي عدد من السيرفرز، يعني ياكش 100 سيرفر. الفول مش دي معناها ايه؟ الفول مش ان معناها ان كل الفولدرات وصل ببعض فيزيكال، يعني ده واحد وصل باثنين وصل بتلاتة وصل باربعة، واثنين وصل بواحد وتلاتة واربعة، وتلاتة وصل بواحد واثنين واربعة، واربعة وصل بالتلاتة التانيين. فلو واحد وقع، لو ده وقع انا اقدر اعمل ريبليكيت ما بين التلاتة، ولو ده وقع اقدر اعمل ريبليكيت ما بين تلاتة. بس في الحالة دي السيرفرات اللي تكون عندي في الفول مش 10 10 سيرفرز ان انا اقدر اريبليكيت ما بينهم او اقل. يعني يا 10 يا فيور، اقل من يعني 9 8 7 10 شغالة. طب 11 لا ما اقدرش بقى ان انا اعمل فول مش، لازم اعمل هاب اند سبوك، ما ينفعش ان انا اوصل بيهم دايركت كلهم. ممكن تقول له نو توبولوجي، انا مش واصل بيهم توبولوجي. طب كده يبقى معناه انا اموت واعرف السيرفيس دي عاملينها ليه، ملهاش لازمه. او مش واصلين ببعض يبقى معناه ان انت مش هتقدر ان انت تشتغل اصلا، تعمل ريبليكيت ازاي؟ دول مش شايفين بعض. بس هم جوه عملوا لك حركه غبيه ان انت ممكن تكريت التوبولوجي بايديك، فلما تيجي تكريتها بايديك هتقول له يا اما هاب اند سبوك يا اما مش. فبرضو الاوبشن ده مش عارف مايكروسوفت عامله ليه. فاحنا هنقول له فول مش، هيبدا يقول لك طيب قول لي الريبليكيشن بتاعتك. الريبليكيشن بتاعتك لما تيجي تريبليكيت، تريبليكيت في ال 24 ساعه فول باندويتس، ولا تريبليكيت في ال 24 ساعه مثلا الباندويتس بتاعتك 128 ميجا، ولا الباندويتس بتاعتك مثلا 2 ميجا، حسب بقى الباندويتس بتاعتك بتختار. وهنا عمليه الريبليكيشن بتتم وقتي، او ان حضرتك ممكن ان انت تعمل لها سكادول، تعمل سكادول لعمليه الريبليكيشن. فتيجي هنا كده وتعمل ايه عمليه سكادول، تقول والله مثلا يوم الخميس والجمعه، الجمعه والسبت، الجمعه والسبت ده اجازه، خلي لي عمليه الريبليكيشن بتاعتي فل، يعني ريبليكيته كامل لان مفيش شغل في اليومين دول. ومن الساعه 12 للساعه مثلا 6 الصبح خلي لي عمليه الريبليكيشن فل، ومن بالليل خلي لي عمليه الريبليكيشن فل. طب في الوقت ده ممكن تقول له مثلا من 8 ل 10 الريبليكيشن مثلا يكون 256 كيلو، انما من 10 ل 12 تكون عمليه الريبليكيشن مثلا 512، انما مثلا من 2 ل 4 تكون مش عارف، وهكذا تكون مثلا 1 ميجا. وهنا في الوقت ده مش عايز ريبليكيت خالص. فانت ممكن تعمل سكادول حسب الانفراستراكشر بتاعتك، فاهم؟ احنا طبعا ايه هنيجي هنا ونقول له ايه فول لسبب واحد بس، لان احنا واصلين مع بعض على سويتش. الكلام ده انا اعمله لو انا بتكلم في فولدر في سايت وانا في سايت تاني، فولدر هريبليكيت ما بين اسكندريه وما بين القاهره. في الحالة دي اعمل لها سكادول بقى في وقت مختلف علشان خاطر الترافيك ما يبقاش عالي. نيكست. بعد كده هيقول لي قول لي مين بقى هو البيرنت بتاعك، يعني مين اللي تكتب عليه عدل في التاني. هبدا ان انا اقول له مثلا البيرنت بتاعي حسب بقى هو مين، سيرفر 1 ولا سيرفر 2. هو احنا عاملين هنا في عملية اللود بالانسنج عاملينه سيرفر 2، فانا اخليه الممبر بتاعي سيرفر 2. هبدأ ان انا بعد كده اقول له نيكست،
هيبدا يقول لي طب قول لي فين بقى اللوكيشن باس بتاعك، فين الفولدر بتاعك، مكانه فين. هبدا ان انا اقول له اد وتبراوز، فبص لايه جايب لك كل حاجه موجوده على سيرفر ايه 2. حلو. وتبدا ان انت تيجي هنا كده وتكريت له فولدر على سيرفر 2 تشاور عليه. ممكن تشاور على الاف تي بي، ايه ممكن تشاور على الويب، او ممكن انت تيجي هنا كده وتقول له سي نقطتين باكسلاش اي تي. طب ايه ده، هو الفولدر ده موجود في فولدر اسمه اي تي؟ لا، ما هو هيقوم كريته لك على طول. طب انا عايز اديله بيرميشنز، خلاص تعالى هنا كده وانزل واديله بيرميشنز. طبعا اكزيستنج بيرميشنز يبقى هياخد ايه الديفولت اللي موجوده، او تيجي حضرتك هنا وتعمل له اد لبيرميشنز موجوده عندك. حلو. باي ديفولت طبعا الادمنستريتور واخد ايه فول اكسس. ممكن تاد ايه ايفريوان او الاوثنتيكيتد يوزر، ممكن تاد الاوثنتيكيتد يوزر وتديهم مثلا فول كنترول مثلا. يعني انتوا بقى عارفين البيرميشنز بقى ريد ورايت، انت تظبطها بقى براحتك. حلو. وتقول له اوكي. هيقول لك الفولدر باس ده مش موجود، اكريته لك؟ قول له اه كريته. فكده عمل ايه؟ كريت لي فولدر اسمه اي تي. طب تعالى كده نتاكد، ما كريتش فولدر ولا حاجه. طب ليه ما كريتوش؟ لانك لازم لما تخلص الويزرد ده كامل هتلاقيه كريت لك الفولدر. نيكست. هيبدا يقول لك طيب احنا بنريبليكيت مع سيرفر ايه 1، بس هنا ديسيبلد، تقول له ايديت وتخليها انيبلد. فهيبدا ان هو يقول لك طب قول لي الباس بتاع الفولدر اللي انت عايز تريبليكيت معاه. هنيجي نبراوز، هفتح لك مين؟ سيرفر 1. تعالى هنا كده وقول له ايه سي نقطتين باكسلاش اي تي. اقول لك برضو مش موجود، اكريتولك؟ قول له اه كريتولي. ولو تلاحظ ما طلبش مني بيرميشنز. ايه؟ الله يفتح عليك، هيريبليكيت البيرميشنز. نيكست. هيبدا يقول لك ان الريبليكيشن جروب بتاعتي اسمها اي تي. خلاص؟ طبعا انا مش مديلها اي ديسكريبشنز، انت كان ممكن تديها ديسكريبشنز. ديسكريبشنز يعني اي كلام، فور اي تي مثلا، فور اي حاجه، فاهم؟ بعد كده هيقول لك احنا في الدومين بتاعنا اسمه اي بي سي، الريبليكيشن هيتم ما بين الممبرز اللي هو سيرفر 1 وسيرفر 2، هيبقى نوعه فول مش، هيبقى هنريبليكيت مع ده وده، والسكادول بتاعنا فول باندويتس، والبرايمري بتاعي سيرفر 2، والفولدر اللي هنريبليكيته اسمه اي تي، وده الباص بتاعه، ودي القصه. تبدا ان انت تقول له كرييت. ايه اللي حصل؟ علم لك كله وقال لك كله تمام وزي الفل. طبعا ما تطلعليش الويزرد ده تاني. بقى عندي كده ريبليكيشن هيتم ما بين اي تي اللي هو على السيرفر الاولاني واي تي على السيرفر الثاني. حلو. لو انت بقى مش عامل توبولوجي، ممكن تقول له انا عايز اعمل لك نيو توبولوجي، وتبدا ان انت كريت له نيو توبولوجي. ممكن تاد له ممبرز، ممكن تعمل نيو ريبليكيشن. حلو كده. هتبص لو دخلت على السي هنا، هتبص ليه كريت لك فولدر اسمه ايه اي تي. ولو دخلت هنا كده على السي هنا، هتلاقي كريت لك فولدر اسمه اي تي. انا ككلاينت، دلوقتي لو جيت هنا قلت له باكسلاش باكسلاش 192 168 1 254، في حاجه؟ ما هو مفيش حاجه متشيره. في حاجه متشيره؟ مفيش حاجه متشيره. ولو جيت هنا بقى، المفترض ان انت تروح تشير الفولدرين، صح؟ تشير اي تي اللي هناك وتشير اي تي اللي هنا، صح؟ لا، لازم تشير الاثنين عشان يبقوا الاثنين متشيرين. طيب هنا بيقول لك ايه؟
الريبليكيشن بتاعي ما بين enabled الاثنين enabled ما بين اي تي سيرفر 1 وسيرفر 2. بص بقى لو انا جيت دلوقتي كده في سيرفر 2 وجيت فتحت الاي تي وجيت كريت فولدر هسميه اي تي. حلو كده؟ على مين؟ سيرفر 2. لو رحنا في سيرفر 1 بس شويه كده على بال ما تسمع لسه ما سمعتش شويه كده وهتلاقيها سمعت على بال ما تسمع. تعالوا نتكلم عن شويه حاجات. لو ايه هنشوف بقى. لا لا ما انا قايل له فور ريبليكيشن. لو لاحظت دلوقتي ابص ليه بيقول لك ان هو انيبلد هنا وانيبلد هنا سيرفر 1 وسيرفر 2 اي تي ده الفولدر اللي هتعمل عليه ريبليكيشن والستورج بتاعتي كوتا قد ايه؟ 4 جيجا. هو باي ديفولت بياخد 4 جيجا للكوتا بتاعتي يعني الستورج بتاعتي بتبقى ايه؟ 4 جيجا. طبعا هو هنا بس عشان ايه كلمه كوتا مش باينه عشان خاطر البتاع. حلو. لو انت جيت هنا في كونكشنز هتبص ليه ان هو بيقول لك بيريبليكيت ما بين سيرفر 1 وسيرفر 2 عن طريق مين بقى؟ كايرو. كايرو ايه كايرو دي؟ الله يفتح عليك السايت اللي انا عامله. فعمليه الريبليكيشن هما ما لهمش علاقه بالاكتف دايركتوري سايتس اند سيرفيس بس لما بييجوا يريبليكيتوا بيريبليكيتوا عن طريق السايت بتاعي. هو بيشوف السيرفر ده نازل في انهي سايت ويبدا يريبليكيت عليه. لو انا بقى السيرفر بتاعي موجود في اليكس كنت هتلاقيه بيريبليكيت عن طريق كايرو اليكس. اه طبعا ما هو لازم يكون ما بيني وما بينه فيزيكال كونكشن. مفيش سايت ما فيش سايت لينك ما بينهم مش هيعرفوا يريبليكيت. في سايت لينك. اه وانا عامل ان هم يعملوا الساعه 12. لا هنا بتعمل السكادول بتاعها مانوال يعني ما لهاش علاقه بالسكادول بتاع السايت لينك. ايه انا قلت ان السايت ده يريبليكيت مع السايت الساعه 12. حلو. دي ما لهاش علاقه. انا بريبليكيت انا باخد ده بريدج كوبري انما انا هنا ليا السكادول الخاص بيا بالسكادول الموجود ان كان هو فول مش ولا هو انت شفت الريبليكيشن بتاعي. اه بس اه بص ريبليكيشن فولدرز ديليجيت كلمه ديليجيت هنا مين اللي ليه بيرميشنز بتدي لمين بيرميشنز فاهم. لو جيت هنا كده وقفت على الفولدر ده وجبت البروبرتس بتاعته هتبص تلاقيه بيقول لك ايه ان هو ده موجود على سيرفر 1 و في الانكومنج والاوت جوينج هو كده سمع سيرفر 2 تعالى كده سيرفر 1 اللي حصل سمعت اهي. ولو جيت دلوقتي هنا هي بس اول مره بس هي اللي بتاخد وقت ماشي اهو كتبت محمود انا على سيرفر 1 ايه اللي حصل سمعت هي بس اول مره في الكرياتا هي اللي بتاخد الوقت. بص عملت لك هنا فولدر ركز معايا ها سيرفر 2 سيرفر 1 انا كارجيتو على سيرفر 2 ايه فرقت في ايه؟ الله يفتح عليك بقى. لما انا كيوزر اشوفه بشوف سيرفر 1 برمي على سيرفر 1 لا لا ما هو مش كده بقى. ما هو انت بتسمع هنا تكريت هنا تسمع هنا او تكريت هنا تسمع هنا بس انا كيوزر لما اجي اشوف بشوف مين فيهم ايه
اللي ليه بريوريتي اعلى اللي هو هيبقى سيرفر 1. انا رامي على سيرفر، انا عامل البريوريتي لسيرفر 2 يبقى سيرفر 2. يا عم لا، انت كفي شغلك انت اكيد عندك السيرفرين مش زي بعض، سيرفر عافي وسيرفر وسيرفر اقل، فهتخلي البريوريتي للسيرفر العافي. ركز معايا، معايا كده ولا ايه؟ اتفهمت؟ بص بقى، لو جيت هنا كده وقفت على السيرفر ده وجبت البروبرتس بتاعتي، طبعا بيقول لك في الاوت جوينج والانكومنج عدد الفولدرات، طبعا عشان بس انا لسه ما عملتلوش اوكي، فهتلاقي الفولدرات بتاعتك ريبليكيت فولدرز اي تي هيريبليكيت مع ايه؟ ها؟ مع اللي هو الاي تي ده النيم بتاعه، وهيريبليكيت مع الاي تي وانيبلد. الكوتا بقى بتاعتي، الاستورج بتاعتي حجمها قد ايه؟ تبدا بقى ان انت تعلي وتوطي، هي بتبدا ب 4 جيجا. فاهم؟ ولو جيت هنا طبعا هيقول لك اطلع له ورن امتى؟ لما توصل الكوتا بتاعته ل 660. طبعا انت بقى بتلعب حسب الاستورج بقى بتاعتك. خلي بالك انت ممكن تعملها في البابليك والهوم الكلام ده، يعني هو كونسبت واحد. ممكن تيجي توقف هنا كده في كونكشنز وتوقف هنا كده، انت عايز تريبليكيت دلوقتي قول له ريبليكيت ناو. في بروبرتس هنا هيقول لك السكادول بتاعك، ممكن تكستم السكادول بدل ما هو السكادول بتاعك فول سكادول، مش احنا كنا عاملينه فول سكادول؟ لا، العب فيه، قول له كاستم وايديت واعمل الطريقه اللي انا قلتها لك، يعني لو حبيت بعد كده تكستم في السكادول. فاهم؟ ريبليكيت بقى فولدر هنا، ان انا الفولدر ده ممكن من هنا شيره. خلي بالك انا من هنا كده في كونكشنز ممكن اقف واقول له ريبليكيت ناو او ريبليكيت ناو او ديسيبلد، يعني اعمل ريبليكيت ناو في اي واحده او اعمل ايه ديسيبلد. لو جيت هنا بقى في ريبليكيتد فولدرز ممكن اقف بقى كده عليه واقول له ايه شير وببلش النيم سبيس. يعني ايه شير وببلش في النيم سبيس؟ يعني ممكن انقله كمان في الحته بتاعت النيم سبيس اوتوماتيك. فلو جيت بقى انا وقفت عليه كده وجيت هنا كده وقلت له انا عايز اشير لك الفولدر ده، انت عايز تشيره وتببلشه في النيم سبيس؟ لا، انا عايز اشيره بس، عايز اشير الريبليكيت ايه فولدر فقط لا غير. اجي هنا كده اهو، قول لي بقى البرميشنز بتاعت الشير ايديت، انت عايز ايه بقى في البرميشنز بقى بتاعت الشيرنج؟ مش التانية كانت برميشن ايه سكيورتي، دي برميشن شيرنج. اول يوزر هاف ريد اونلي برميشنز، الادمنستريتور فول اكسس واذر يوزرز ريد اونلي برميشنز، ها الادمنستريتور فول اكسس واذر يوزر ريد ورايت برميشنز، ولا كاستمايز؟ حلو، انا اقول له مثلا ايه الادمنستريتور فول اكسس واذر يوزر ريد اونلي، او خليها الادمنستريتور فول اكسس والاذر يوزر ريد ورايت. ماشي، واقول لك ليه انا عملتها ريد ورايت، بس بدل ما نيديت هنا ونكستم عشان انا عايز اخش باكتر من يوزر ونشوف ايه اللي هيتم. قول له اوكي، ها ممكن تيجي برضو عند سيرفر 1 وتقول له نفس القصه، ما انت كل مره بتعملها في ايه في سيرفر عن التاني، لان الشير بتاع ده مختلف عن ده. قول له ايه بقى نيكست شير، شيره لك. حلو، انا بقى كيوزر وانا قاعد هنا هكتب ايه 192 168 1 254 بتوع ايه ال 254 بتاع ال NLP. ايه اللي حصل؟ فتح لي الفولدر اللي اسمه IT، صح؟ اجي هنا كده عليه واقول له ايه ماب نتورك درايف فينش. اما اجي اخش بقى كده انا داخل بمين؟
بتاع الماب نتورك درايف، صح؟ وممكن خلي بالك تعمل له نيم، يعني انت ممكن تيجي هنا بدل ما تظهر عند اليوزر الاي بي كده عايزه يظهر بالنيم، صح؟ العب في الدي ان اس اهو، تعالى كده في الدي ان اس، هو مثلا انت مسميه دبليو دبليو دبليو، سميه اي حاجه مثلا، هوست فايل سميه مثلا فايل سيرفر، مية اتنين وتسعين مية تمانية وستين واحد ميتين اربعة وخمسين. لما تيجي انت هنا كده اعمل لي دي كده، خلاص يا عم اعمل لي دي كده ديسكونكت، تعالى هنا كده وقول له باكسلاش باكسلاش فايل سيرفر. اه مش هيجيب، بص بقى لازم تقول له فايل سيرفر اه دوت اي بي سي دوت لوكال دي جي اه داش اي جي دوت كوم برضو. طيب هو بس انا اقول لك ليه، بس هو عشان مش حاسس بيه كنيم، كنيم لسه مش حاسس بيه، علشان انت هنا في الويب سايت انت بتكتب له الفول كواليفايد دومين نيم، هنا في الـ بتاع ده هو في الران هو بيبص للحته اللي هي بتاعه النتورك، فما فيش اصلا سيرفر بالنيم ده. ما علينا يعني، هوريها لك دلوقتي هنعملها مع بعض بس بعد الصلاة بقى. المهم انا بس عايز اوريك حاجة، ان انت لما تعمل ماب نتورك درايف هنا تيجي تخش هنا دخل حلو كده كريت فولدر اهو، الفولدر اللي انا كريته ده نزل اهو، وهنا نزل، صح كده؟ سمع في الاثنين. بص بقى لو انا جيت دلوقتي هنا كده وجبت السيتنج بتاع الدي وجيت هنا كده وقفلت الكونكشن بتاع الدي، ايه اللي حصل؟ كده المفترض ان اليوزر ما يعرفش يخش على الشير فولدر بمفهومنا، صح؟ لان السيرفر اللي بيرمي عليه وقع. لا دخل هنا كده عادي خالص. طب عملت نيو فولدر هنا، نيو فولدر 2، طبعا لو رحت لسيرفر 2 استحالة هلاقيه سمع، لان فولدر 2 اصلا النتورك بتاعه ايه مقفول. طب لو رحت الفولدر 1 موجود، صح؟ ايه هنشوف بقى لما باجي بقى انا سيرفر 2 هنا كده وارجعه تاني، هو اللي للبريوريتي الاعلى، سيرفر 2 اللي للبريوريتي الاعلى. انا بس نقفل كده واستنى عليه سنه، استنى عليه تكايه على بال بس ما النتورك لود بالانس بس تشتغل معايا. تعالى كده نخش كده كريت لي واحد تاني كده بقى عندنا 3 ده سمع هنا اهو، ده 1 2 بقى شوية بس وهتسمع، يعني شوية ما تقلقوش وهتسمع. ما عادي لو قفلت وان ايه؟
لما تقفل وان تسمع يعني. لا قصدي نقفل وان ونكرف على طول. طب ما هي هي طب تعالوا ننزل نصلي ونرجع هتلاقي سماعة. هو المروحة الكبيرة دي مش شغالة؟ سمعت اهي. ها؟ المروحة الكبيرة دي مش شغالة؟ مش عارف. سمعت سمعت الموضوع بتاع الدي اف اس. خلاص؟ كذلك بالظبط برضو لو انت برضو وقفت السيرفر ده كده او كده بيرمي على سيرفر 2 وهيسمع هناك. اه بتسجل. اتفهمت؟ فدي موضوع الدي اف اس ريبليكيشن. يبقى الدي اف اس ريبليكيشن وظيفتها ايه؟ ان هي تريبليكيت بتوين تو فولدر. تريبليكيت بتوين ايه؟ تو فولدر. لا هو مش تغنيش عن الباك اب. ما ممكن السيرفرين يقعوا. فاهم؟ وبعدين الريبليكيت اللي بيتم كمان بيتم حتى لو السيرفرين ما وقعوش، ما ممكن يوزر يدلت غصب عنه. يعني لو اليوزر كده دخل كده وكتب الكلام ده وجه دلت فولدر من هنا، الفولدر اللي اليوزر هيدلته خلاص ملوش باك اب عندي، ملوش، مش هعرف ارجعه تاني. هرجعه ازاي؟ انما ده نوع من انواع الريكفري، يعني نوع من انواع الفيل اوفر. احنا قلنا في حاجه اسمها نون فيل اوفر والفيل اوفر، ده نوع من انواع الفيل اوفر. تمام كده؟ الفكرة بقى وما فيها برضو هناخد حاجة تانية كده مهم. انت عارف انا دلوقتي لو جيت فتحت الدي اف اس انا كان ممكن من الاول اصلا اجي اقف هنا كده وعلى الحتة بتاعت كونكشنز هنا واجي هنا كده واقول له ريبليكيت ناو، صح؟ او اجي هنا كده واقول له ريبليكيت ناو، مش هتفرق معايا يعني في اي واحد. وممكن تقول له ريبليكيت فول او هت اوفر رايت وتبدا ان انت تديله ايه الوقت اللي انت عايزه يريبليكيت فيه وتريح ايه دماغك من الحته ان انت تستنى ان الفولدر يسمع. هي طبعا لو بتسمع مثلا بتاخد لها مثلا ممكن اقصى مده مثلا تاخد لها دقيقه ولا حاجه، يعني اقصى حاجه تاخد لها دقيقه على بال بس نقل الفولدر، يعني على بال ما الفولدر ما يتنقل من هنا لهناك. وطبعا في المساحات الكبيره يعني يوزر مثلا حط لي مثلا 5 جيجا، اكيد ال 5 جيجا مش هتلاقيها يعني تفتح عينك وتغمضها تلاقيها اتنقلت هناك، اكيد هتسمع. على بال ما تسمع تاخد وقت، انت فاهم؟ لان هو مش ميرور. يعني لو ميرور، الميرور الداتا بتتكتب هنا وفي نفس الوقت بتتكتب تحت، فعلشان كده اللي بتلاقيه فوق بتلاقيه تحت في نفس الوقت. اما هنا لا، ده هو هنا انت بتسمع في الفولدر الرئيسي اللي انت قلت له ده البيرنت بتاعه والبرايمري بتاعي، وبعدين يريبليكيت ما بينه وما بين هناك. تمام؟ لو احنا بقى جينا هنا كده وقلنا له هنريبليكيت، بس ايه بقى هتبقى ايه؟ داتا كوليكشن. بص لو انا جيت هنا دلوقتي كده وسميتها مثلا اتش ار، طبعا برضو بيقول لك احنا في دومين كذا نيكست، هيبدا يقول لك طيب قول لي مين هو السيرفر بتاعك، ده السورس بتاعك. هتقول له مين؟ سيرفر مثلا 1، خليها المره دي سيرفر 1. ها نيكست. طيب الباص بتاعه فين؟ برضو مثلا هتقول له سي نقطتين سلاش اتش ار، وطبعا نفس القصه. وتبدا ان انت ايه، طبعا هيقول لك مش موجود وهيكريته. نيكست. قول لي بقى الديستنيشن بقى بتاعك مين؟ هتقول له سيرفر 2. هيقول لك التارجت باس بتاعك مين بقى اللي انت هتحطه جواه. بص لما اجي بقى اقول له انا هنا سي نقطتين باك سلاش اتش ار،
شايف ايه اللي بيتم هنا؟ شايف ايه اللي بيتم؟ حطلك الاتش ار ده جوه ده، حطلك الاتش ار اللي انت عملته جوه الاتش ار ده، تفهم؟ طبعا برضو الباندويتس بتاعتك فول، ولا انت تبدا ان انت تديله سكادول، خلاص كده الخطوات هي هي بقى، تبدا ان انت تقول له كرييت. لما تيجي انت بقى هنا عند السورس ده هتبص تلاقي عندك اتش ار، صح؟ لما تيجي بقى انت هناك عند سيرفر 2 هتلاقي عندك اتش ار جواه اتش ار، فلما تخلي الناس تشاور تشاور على اتش ار ده ليه بقى؟ حلو؟ لان الروت بتاعك الرئيسي اللي هو ده ملوش علاقه، الروت الرئيسي ده اللي هو اللي هو موجود على سيرفر 1، خلاص ده الروت انا حاطه عندي انا في السايت بتاع انا اللي هو مثلا في القاهره، خلاص. وعلشان ما يتمش الريبليكيشن بتاعي وقتي مخليهم يشوفوا روت تاني اللي هو هنا، تبدا ان الداتا تتنقل عليه على مراحل بقى، على التايم بقى بتاع الريبليكيشن اللي انا حطه، علشان خاطر اللينكات اللي ما بيني وما بين اليكس ما تبقاش مفحوطه بقى على طول، مش كل بقى ما اعمل هنا حاجه تروح تسمع هنا، اعمل هنا حاجه تروح تسمع هنا، فهمت؟ وفايل الله يفتح عليك، فايل انا بشاور بيه للناس وفايل انا بعدل عليه، اتفهمت؟ اخر حاجه بقى عايزين نتكلم عنها، تخيل انا هنا هاجي هنا كده، الله يا عم اخلص، على الدومين بتاعي، لا لا مش محتاجة نتورك لود بالانس طبعا. لو جيت انا هي كده جوه الاكتف دايركتوري يوزرز اند كمبيوترز، هنيجي هنا كده ونعمل نيو فولدر، نيو اورجانيزيشنال يونت وهنسميها اي تي، واجي هنا كده جوه الاي تي واعمل يوزر، حلو، واجي هنا واعمل نيو يوزر، اسميه مثلا حاتم علي اتش، وركز معايا، هاجي هنا دلوقتي على الديستريبيوتد فايل سيستم ريبليكيشن، وهاجي هنا كده واقول له انا عايز اعمل لك نيو فولدر ريبليكيشن جروب هسميه محمود او ام سرحان، على السيرفر الاولاني والسيرفر الثاني، فايند اللي سيرفر 2 سي نقطتين سلاش ام سرحان، حلو كده. وهاجي هنا كده في بيرميشنز وهدي محمود عليه بيرميشن، تمام كده، وقول له ابلاي اوكي نيكست، سيرفر 2 قول له سي
نقطتين ام سرحان. كده انا كريت فولدر لمحمود صح كده، وهاجي هنا واقول له انا عايز اعمل لك نيو ريبليكيشن اتش علي خلينا سيرفر 1 ولا سيرفر 2 واجي هنا وادي له بيرميشن على الفولدر بتاعه. حلو كده. الفكره بقى وما فيها، انا دلوقتي بقى عندي فولدرين اهم، استنى بس تعالى بقى ايه نشيرهم. نيجي هنا كده على الفولدرين دول ونشيره. ادي الفولدر الاولاني اهو، هنيجي هنا كده ونببلش ونشيره شير. اي حاجه بنفس البرميشنز، انا مش محتاج برميشنز. واجي على الفولدر الثاني ده، حلو كده. المفترض بقى ان انا دلوقتي هاجي هكريت لليوزر اللي اسمه محمود ده، محتاج ان انا اعمل له ماب نتورك درايف للفولدر اللي اسمه اي تي، وماب نتورك درايف للفولدر اللي اسمه ام سرحان، وحاتم لماب نتورك درايف للاي تي، وماب نتورك درايف للفولدر اللي اسمه ايه اتش علي. صح كده ولا غلط؟ الفكره وما فيها علشان نعملها، هنعملها بالجروب بوليسي على الاويو اللي اسمها اي تي. بس لو انا عملتها بالشكل ده، يعني جيت كده عملت سكريبت بالشكل ده، فاكرين السكريبت ولا ايه الامر بتاع اسمه ايه بتاع المبنى تورك درايف؟ نت يوز. صح، هقول له نت يوز مثلا بي نقطتين، وادي له باك سلاش باك سلاش 192 168 واحد مثلا ايه 254. صح، علشان خاطر انا بعملها عن طريق الكلاسترنج، واقول له سلاش مثلا اي تي وتحت، واقوم ايه قافل ده كده وعامله از باتش. فلما اعمله از باتش وارميه بالجروب بوليسي على مستوى الاي تي، هيظهر لمحمود وهيظهر لحاتم، لان هما الاثنين موجودين في الاو يو اللي اسمها ايه اي تي. صح، وكذلك لو جيت عملت له مبنى تورك درايف لمحمود هيظهر للاثنين. صح، لا احنا عايزين نعمل باتش واحد بس، لو محمود دخل يظهر له المبنى تورك درايف بتاعه، ولو حاتم دخل يظهر له المبنى تورك درايف بتاعه. هتحتاجها في شغلك دي. ماشي، ازاي بقى تعمل الكلام ده؟ تعالوا الاول نحول ده لباتش فايل.
انتوا طبعا مش محتاجين تشوفوها، انتوا شفتوها في كورس السيرفر، معروفة ان انا لو رميت الباتش ده يطلع لكل الناس صح. انا بقى محتاج ان انا اجي هنا كده وإدت واعملها بطريقة تانية خالص، اريموف دي واعملها له كده، اقول له if percentage user name percentage تتبع لك بس كابيتال عشان تبان equal equal ام سرحان، اعمل له سبيس واقول له نت يوز حلو كي مثلا نقطتين حلو كده 192 168 1 250 باكسلاش اي تي حلو كده، وادوس له انتر، خد ده كده كوبي احط صغير لي بقى ده وانزل تحت حط لي ده بدل الاي تي اكتب لي ام سرحان، وخد لي ده واكتب لي اتش. فاهم بتقول له ايه؟ بتقول له لو جالك الاي بي الاي النيم ده اعمل له مبنى تورك درايف ده، ولو جالك النيم ده اعمل له مبنى تورك درايف ده. بس طبعا ايه، لازم هنا كده نخلي دي مثلا اتش، نيجي هنا ونخلي دي ام مثلا. واحد يقول لي ليه غيرتهم؟ لان مش هينفع الاثنين يبقوا واخدين نفس الدرايفر، يعني الاي تي مش هينفع يبقى واخد نفس الدرايفر بتاع ام سرحان. حلو كده، وتقول له سيف. فاهمينها ولا عايزني اشرح لك حاجه تاني فيها؟ مفهومه. وتيجي هنا بقى على مستوى الجروب بوليسي، ناخد بس ده كده في الدومين على مستوى الاو يو، وقول له انا عايز اعمل لك نيو اكرييت بوليسي ولينكها، سميها مثلا ماب ايديت جواها user policies windows setting script، وتقول له في اللوج اون show files ارميله ده، بعد كده اقول له edit browse هتلاقيه شاور عليه apply اوكي. حلو كده، تعالوا بقى نشوف بقى لما اليوزر يخش ايه اللي هيتم. تعال نلوج اوف، محمود المفترض يشوف ايه؟ المفترض يشوف اي تي وام سرحان صح كده، ويبقى الدرايفر لتر بتاعه كي وام. تعالى بس نعمل له، لا ممكن تظهر دلوقتي، بس اعمل له لوج اوف كده
برضو. بس نخش كده administrator. لا لا ما بس جي بي ابديت ممكن تعملها واليوزر، بس انا عايز اقفل الفايروول. عايز اقفل الفايروول بس على مستوى الدومين عشان انا مش فاكر اذا كنت قافله ولا مش قافله. برضو لا استنى بس كده، الاثنين كيف الاي تي. بصوا في غلطه، مفترض تكتب باك سلاش باك سلاش، نسينا احنا الباك سلاش. ايه نسينا بس الباك سلاش، الباص اللي هو يشاور عليه، هو مش عارف الباص اللي هو يشاور عليه. ام بقى كده لوج اوف، اصبر بس اشتغل دلوقتي ان شاء الله. عيب عليك يلا، عيب عليك، عيب عليك يا بطيخه. عيب عليك. ايه؟ لا 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 بتقول ايه يا باشا؟ والمفترض في سبيس، في سبيس هنا برضو. ايه بتقول ايه؟ المفترض النت يوز علشان خاطر تعمل نت يوز لازم يكون في سبيس اهو.
فلو قلت له نت يوز كي مثلا نقطتين سبيس بيش 192 168 واحد 254 بس عشان نشوف بس ايه المشكلة فين بالظبط. حلو كده اشتغلت كده المفترض تشتغل هناك. احنا بس ما كناش عاملين السبيس. هنعمل لوج اوف اهو. اشتغلت اه اي تي وام سرحان. حلو كده اه بطيخه ام سرحان اهو. حلو استغفر الله العظيم يا عم ولا تنابزوا بالالقاب يا عم بس دي صفه. لو دخلنا بقى باتش علي المفترض بقى ان انت تلاقي ايه اتش علي واي تي صح؟ سقفه بقى سقفه بقى اتش علي اهو واي تي تمام؟ وهكذا بقى انت بقى عندك مثلا في الاداره بتاعتك خمس ست انفار خلاص؟ تزود بقى في الباتش يعني لما تيجي كده افتح تيجي في الباتش في كل اداره بقى تعمل ايه مثلا ايه لو 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 اليوزر نيم كذا طلع له الفايل كذا الفلاني لو اليوزر نيم كذا طلع له الفايل الفلاني برضو في الاتش ار نفس القصه لان الناس ممكن يكونوا في نفس الاداره اه بس مختلفين فاهم. خلي بالك بقى برضو ان انت ممكن تيجي هنا كده على سيرفر 1 بس دي نادرا يعني لما يعني ما بتتعملش كتير تيجي هنا في الدي اف اس وتعمل نيم سبيس وبعد ما تعمل نيم سبيس تعمل لها ريبليكيشن فاهم؟ اه ما انت طبعا لو انت عندك اكتر من فايل سيرفر ما هو طبعا ما انت لما تعمل ريبليكيشن لازم يكون عندك اكتر من فايل سيرفر ايه؟ انا عندي اثنين فايل سيرفر تمام حاطط اربع فولدرات هنا واربع فولدرات هنا وعملت لهم نيم سبيس اللي هو فولدر واحد وعملت فولدر نيم كوبي درايف عن اليوزر جميل؟ ادخل اعمل له ريبليكيشن تاني يبقى نسخه هنا ونسخه هنا اه ماشي بس يعني ما الشركات الكبيره دي حياتهم. هنا بقى في الحاله دي خلاصه الكلام ان يعني ان الدي اف اس ريبليكيشن خلاصه الكلام فيها ان هي تحول لي الابلكيشنز بتاعتي من ستيتلس ابلكيشن لستيتفول ابلكيشن من ستيتلس ابلكيشن لستيتفول ابلكيشن. طيب ازاي انا اخلي مثلا الويب سايت بتاعي ستيتفول ابلكيشن الويب سايت بتاعي ازاي؟ عادي خالص انت تعالى هنا هنعملها ازاي عشان بس نبقى خدنا كل الصور. ممكن تعملها على الاف تي بي وممكن تعملها على الويب سايت اهو. هاجي هنا كده وتعالى هنا وهنكتب ايه مثلا الويب بتاعنا هنعمل صفحه ونسميها اي بي سي حلو او بلاش كده ماشي خلاص خليه اي بي سي وجوه اي بي سي ده ولا بلاش بس دلوقتي خلينا كده احنا جينا في سيرفر 1 وعملنا اي بي سي صح؟ هنيجي في سيرفر 2 وهنعمل فولدر تاني ونسميه ايه؟ اي بي سي
تمام؟ وهنيجي هنا ونعمل الدي اف اس. خليها جروب اي بي سي او سميه بقى ويب. ما بين السيرفرين دول هنا بقى الباص بتاعي انا ممكن بقى كده هبراوز واديله اهو، هبراوز واقول له اي بي سي. تمام، واجي هنا حلو كده، وبعدين اجي كده جوه السيرف جوه الفايل اللي اسمه اي بي سي، وهعمل له هنا ويب. الراجل بقى الديزاينر هيديني الويب، احطه بقى هنا، هقول له ايه اي بي سي اتش تي، واجي هنا كده عايز اوبن يا عم. عايز قبل ما يريبليكيت واكتب له هنا كده اي بي سي. كده المفترض ايه؟ المفترض ان هما هيريبليكيتوا مع بعض، صح؟ موترني انت، مش هتسمع اهو. ها؟ هو بس طلع الاولاني. ايه؟ اول طلع بس لسه بيسخن. تعالى نقول له ريبليكيت ناو. ايه؟ لا انا ما هو عمل ريبليكيت المره اللي فاتت من غير ما نشيره. مش شرط ان الفولدر يكون متشير يا رجاله. ايه؟ انا شيرته للكلاينت بس. ما يسمع دلوقتي.
خلاص كده هو سمع كده، المفترض ان هو كده سمع، افترض طالما اداك واحد واحد لسه. ما لو سمح بس يستهدى بالله كده الدنيا تشتغل. تماما اشتغلت اهي، خلاص اشتغلت اهي. حلو كده اشتغلت كده خلاص. هتيجي بقى تعمل ايه بقى؟ احنا دلوقتي سيرفر 1 اهو عليه الويب سايت، وسيرفر 2 عليه الويب سايت. لو جينا دلوقتي فتحنا في سيرفر 1 الويب سايت، هتلاقي الكلام مكتوب اهو صح. هنيجي بقى هنا ونخش، يلا يا عم، على ويب 2، ونيجي هنا كده في الاي اي اس. وكذلك بقى لو انت اف تي بي، يعني انا هوريكم كونسبت واحد وانت ايه تفهمه. لما نيجي هنا كده في الاي اي اس، احنا كانت ستيتلس ابلكيشن صح؟ ليه؟ لاني هو لو وقع الاولاني وعدلت حاجه في الثاني مش بتسمع، هو انا واحد بس اللي ليه البريوريتي الاعلى هو اللي انا بنادي عليه صح؟ هنا بقى احنا هنعملها حاجه بقى مختلفه. ايه بقى الحاجه المختلفه اللي احنا هنعملها؟ ان احنا دلوقتي حاطين الفولدر اصلا او الفايل اصلا اللي هو موجود عليه الويب سايت بتاعي، حاطه في دي اف اس ريبليكيشن. فلما اجي هنا كده اقول ماي ويب، ده هنوقفه، هنقول له ستوب، وهنيجي هنا كده ونقول له احنا عايزين نعمل لك نيو ويب سايت. الويب سايت اسمه ايه؟ اسمه اي بي سي. الفيزيكال لوكيشن بتاعه مين؟ اي بي سي صح كده؟ وتقول له اوكي. هينزل كده تقول له الدوكيمنت بتاعتي abc.html. حلو. وتيجي هنا كده وتقول له ريستارت الويب سايت، كده الويب سايت بتاعي اشتغل صح. لو جيت انا نديله من هنا ككلاينت، فتح صح. وتيجي على سيرفر 2، تفتح الاي اي اس، ديسيبل ده نيو ويب سايت، اي بي سي، والفيزيكال باص بتاعي هيبقى اي بي سي. جابوا اهو بالدي اف اس. حلو كده. كده بقى بالنسبه لي الويب سايت بتاعي ده موجود في فايل بيربليكيت مع الويب سايت التاني.
لو انا جيت دلوقتي هنا كده هنادي عليه، هنادي عليه ازاي؟ هنادي عليه ب www.abc-eg.com. فتح لي ABC صح؟ ركز بقى معايا، لو انا بقى دلوقتي جيت هنا على سيرفر 2 وجيت فتحت الويب سايت ده، بقى الراجل الديزاينر هيجي يعدل في الويب سايت بتاعه صح؟ هيكتب مثلا ABC ويكتب جنبيها هاي كده، هو عدل. كان في الاول في الطبيعي التعديل ده مش هيروح يسمع هناك، مش هيروح يسمع هناك ليه؟ لان مفيش ريبليكيشن، لان احنا الابليكيشن بتاعنا استيتلس ابليكيشن. طب دلوقتي لو انا رحت عند سيرفر 2 او عند سيرفر 1 وفتحته، ايه اللي حصل؟ سمع. ها اتفهمت؟ فكده بقى اي ويب سايت يقع مش مهم بالنسبه لي، لان اي تعديل انا عملته وقتي سمع هناك. بس في الحاله بقى دي انا هضطر لما اجي اعمل للديزاينر بتاعي بتاع ده هون نتورك لود بالانس، او للويب سايت بتاعي نتورك لود بالانس، يفضل ان حضرتك تركب على كل سيرفر كارتين نتورك. يفضل ان حضرتك تركب على كل سيرفر كارتين نتورك، الكارت الاولاني معمول ما بينه نتورك لود بالانس، والكارت الثاني للمانجمنت. فلما الراجل يجي عايز يعدل في سيرفر بعينه يعدل. هو طبعا مش هتفرق معايا هو عدل هنا او عدل هنا، خلاص مش فرق. هبص انا اهو دلوقتي انا كده جيت هنا على سيرفر 2 انا الديزاين، وجيت كده كتبت له هاي اول، انا عدلت في ايه؟ في سيرفر 2. انا كراجل ككلاينت قاعد هنا كده هفتح البتاع بتاعي، طلع لي هاي اول صح؟ حلو. لما اجي هنا دلوقتي وسيرفر 2 ده يقع مش مهم، مش مهم ليه؟ لان انا عامل نتورك لود بالانس. لما تيجي الناس تفتح هتلاقي الصفحه اللي اتغيرت، لان التغيير تم وقتي. ما اجي افتح ده اللي حصل، التغيير تم وقتي. كذلك لو اف تي بي، لو اف تي بي برضه هشاور على الاف تي بي، اي حاجه ارفعها او اعمل لها داونلود او اعمل لها ابلود او اي حاجه هتسمع في الاثنين. فكده انا حولت الابلكيشن بتاعتي من ستيتلس ابلكيشن لستيتفول ابلكيشن. فهمتوا؟ سهله؟ لكم سؤال؟ دي قصه الدي اف اس ريبليكيشن.